يا شيخة بسألك عن أنا يا أمبوني كنت طفسة يعني فيني العادة اي وخلصت مني الساعة 12 بالليل اي نظفت منها وتسبحت وصليت صلاة التراويح الساعة 1 يعني اليوم الثاني عاد اللي صمت أنا أعيده ولا لا؟ لا صومك صحيح لكن صليت العشاء. أيوة صليت العشاء وصلاة التراويح خلاص ما عليك، بس ما دام طهرتي بالليل فصومك لليوم الثاني صحيح بلا شك.